السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي بخميس سيدي حجاج ولاد مراح قليب الصطاد، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرات والرواد الجالية المغربية والناس مال المدن الكبرى في المملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال أبنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 4 في 8 2022، ما تنسوا تشاركوا معنا في قناة زيتون ومرجان في التوك توك أو الفيسبوك أو اليوتيوب. نحيوا الحباب تونا مكتوب عليهم زيتون ومرجان، هاد القناة زيتون ومرجان. حيوا الحباب تونا في المكان. تجيتي هنا تاني؟ اي 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 لقيتي الضلع اسماعيل؟ ايوا خلي بصحتك اسيدي. شحال اخويا اسماعيل؟ اسماعيل ما مساليش، عندو الناس تتأزلو بحال ما هكا كيما تشوف. شحال الخوخ والعلب؟ شحال العلب؟ 12. والعنب 12. وهاد الشهديقة 12. سويهله ومهيا 5 6. وهذاك المرقوق عندكم 12. والتفاح ويدا سي اسماعيل؟ على حسب التفاح كاين من 13 من 13 الى 23. وبوعويد بوعويد هو على حسب، كاين 16 كاين 18. وهذاك البنان الخضر شحال تبيع فيه؟ وانا غاري شويه. شحال؟ 14 درهم. يلاه تنحيي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. تنحيي الناس اللي تكتب لنا التعاليق او الكومنترات، عيالات رجال ابنات ولاد كبير صغير في القرى في الباديه في المدن الصغرى الكبرى في المملكه المغربيه. وكل مشاهد قناه زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، احبابنا اهلا بكم جميعا. واسيد واخويا تش تقول لي ما عندك لا سلعه لا والو؟ ما نشري ما سطيش ما تشري. شريت العنب اليوم؟ العنب ب 1000 فرنك باش خدتو ديال دكاله. يوم شحال غتبيعيه؟ كنبيعو بين 240 260. هي عنب مليح؟ مليح، حتى تشوف كي داير تبارك الله الخير. تبارك الله، هذا الرجل مولف تكون عنده السويله والليمون والخيط. التفاح اي حاجه كانت عندي اليوم ما سطيتش ما ما شتيش ما تشري الغلا ولا كيفاش؟ ماشي الغلا، التباع دا 12 درهم. وشريتي على ولدك ولا كيفاش؟ لا ولدي كاين معايا، هو معايا مشى يجيب لي الميكا. مشى يجيب لي غير الميكا. عندك هو علاش غنجري عليه؟ عندك هو ما تجريش عليه. كنكسبو في حياتي. هدا مطلفك هو على هذا. الله يرضي عليا 1000 مرة قد تصب صالحي. امين يا رب. واخا. هذا الخيرات كي تشوفوا معنا في سيدي حجاج مولاد مراح. الخيرات موجودة تبارك الله. شحال العنبة؟ تبارك الله السي أحمد. هذيك السيمانة راه ما خدنا لا تمن لا والو. الله يحفظك. مرحبا. أييه. هذاك الليمون شحال داير ليها السي أحمد؟ ليمون 100. ليمون 100 ريال. وهذاك التفاح اللي حداه؟ تبارك الله. وهذه التفاحة فيها شوية الريحة لا؟ قالها هي جديدة. وهذاك البنان شحال درتو ليه؟ 13. وهذا المهايا وسويهلة شحال دايرة؟ 6 درهم وسويهلة 100. وهذاك بوعويد هذاك شنو بقى؟ 300. وهذا المرقوق والشهديجة والخوخ؟ تبارك الله. تبارك الله عند سي أحمد هنا في خميس ولاد مراح بسيدي حجاج. العنب هذا تاع دكاله تاع مراكش؟ دكاله ولكن ديال الايطالي انا واعر في الماكله. واعر في الماكله تبارك الله. ولا شي وحده ذوقوها؟ كيلو ونص. هادي مسكية سي أحمد؟ اياه
هذه مسكيه ماشي بيضه مسكيه بيضه مسكيه تبارك الله هنا في سيدي حجاج مولاد مراح 240 كي تشوفوا معنا هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن أحبابنا أهلا بكم جميعا تبارك الله عدو عنب مسكي أول نهار تناكلو بسيدي حجاج مولاد مراح هاد العنب الجديد تبارك الله ونحييو أي مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن ورا صورنا مرجان اللي معروف زيتون المرجان كيف المملكه المغربيه شكرا لكم شكرا لكم احبابنا شكرا لكم ويونس تجي تقلب لي احمد تتقلبيه ليا وتلا شي جوجي سير الله يسهل مولاي رشيد الله ياك بخير الله يحفظك وشحال هذيك السويله عندكم؟ السويله خويا ب 120 حسبوا لي 100 ريال الدراوش وهذاك البرقوق و البرقوق والشهاديه والخوخ 240 ريال وحاجه مليحه دانون الماكله بحال العسل تبارك الله عليك يا رشيد وهذا الدكاني هذا الدكاني 240 وراس الصوت تبارك الله تبارك الله راني صحيحه وهذا مهيا والتفاحه يا رشيد بزاف كاع ها يا خويا 6 دراهم والتفاح 240 الله يسهل لك الله يحفظك الله يسهل لك يا سي رشيد هذا الرجل تبقى في سيدي حجاج بولاد مراح قريب الصلاه تجيه الدار البيضاء الكبرى هذه الخيرات اليوم كاين العنب المسكي واش هذا ابيض ولا مسكي؟ هذيك موسكا خويا مليحه موسكا وهذاك دكاني ولا خيرات ولا مليح؟ شحال هذاك الخيرات؟ 240 كي موسكا كي هاد وهاد الليمون شحال بعتيه؟ ليمون 100 وهاد السويهلة؟ هاد الخيرات كي تشوفوا معنا في سيدي حجاج بولاد مراح تنحييو الحباب تاعنا في المكان اهلا بكم جميعا هات هذا وقبل الثومة اللي يكون لاصق على الكنزارة يكزر والثومة ما عرفتو منين بغا يشدها كما شحال بعتي الثومه اليوم؟ تنبيعوا فيها 160 رارا هي 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 شي حاجه مليحه زيدون ياك ياك هادي تاع البلاد ايه شي حاجه مليحه غليتيها مليح المليحه الزيتون تاع اسبانيا بشحال دايره؟ الله يهديك الله يهديك هي شويه اسبانيا انت بشحال بعت؟ على 160 رابعه هما تبيعوا في تاع اسبانيا 120 رابعه وتتبيع في هذه خضراء عندنا ما خضراش هذه كرمه كرمت بصح سيدي لا شي حاجه مليحه زيتون يلا الله كي داير هذا الراجل بخير ناشط الاحوال الله يحفظك لينا ياك بخير كلشي زين وشحال الخيرات كلشي كاين موجود السميده 240 ما مزيود حتى ثمن كما تشوفوا هذا الراجل تيحط عند الكزاره في سوق خميس سيدي حجاج ولاد مراح من بن احمد هو تنعرفوا من القديم تنعرفوا هذا الرجل وديما تيحط هنايا من القديم سيدي حجاج ما مزيود لا زيت لا عطريه لا باقي كل شيء بقي هو ان شاء الله تمنوا النقوص الله يسهل.